بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شين تبابي هشتا وحوت فرمي باب في أرواح المؤمنين. فرمي بابك بوم دارشتي لباري روح إيمان دارانا زانا رأيان جاواز لباري روح إيمان دارانا ولكشوية هنده که آنها فرمون روح کانیان هی هر همیان لبهشتای. هنده که تره فرمون روح کانیان لجیانی برزخای لناو بوشایی گوار کانیانا. هنده که آنها لین روحی کافر و ایمان داران لناو گوار کانی خویانا. ام نازونی ما تی خوی تامکا و اویج عذاب و سزای خوی. هنده که تری آنها لین روح ایمان داران او تاني لأسمان روحي كافران جل زبيو عذاب ادري بسيارة كري لإمام ابن تيمي وكل مجموعة فتاوية هاتوا لا مجلد بستوشوار لا برصاتو سيفرمي روحي من داران لكو افرمي وارواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى ويسأل الموتى القادم عليهم فرمي روحي مردو كان كاتك كيشري كوبيتو يا جاتو بروحي مردو كان يترك له بيش خويه ومردون برسياريان لأكن لحالي زندو كان يان فلانا كاس شيكردو في سارة كاس شيكرد زواجي كرد ياخذ زواجي نكر وكوشون لا أثركي أبو أيوب أنصاريا بيمان كشت باش أنا فرمي برسياري كاسي لأكن كأو بيش أو مردو فرمين كواتا وابي أو بيش أو مردو بي وقشتو بهاوية فاشان فلما وأما أرواح الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى لا يصعد إلى الأعلى كوبنو شون كوبنو روحاني كبر زندينا نزمائي بولا أمان دو أترقرينو جي خوان بلا من نزمائي كانت واني برو برزايا كبروا والروح تشرف على القبر الروح هل تشعر ذو بقوركي وتعاد إلى اللحد أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما من رجل يمر بقبري قبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فالمهروك شون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي هر في الدنيا كاوي كي ناسيبه دواتر كوفاتي كربدا ببال قورا كاو سلامي ليبكا الله جل جلاله روحك يجارتنا جستكي تاوكو والامي سلامك يبداتو باش أنا فرمي والميت قد يعرف من يزوره ومردو جاري وهي أزاني كي سردانيك ولهذا كانت السنة أن يقال السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فالمهر بويا السنة يجبوك هاتك أجي تسر قوري مردو كان بلي سلام ورحمة وبركة الله مسرتانا برج أي آرام قيمان داران يمش بيتانا قينا ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين خوش بلا وهموما أواني بيش كوتون لا يو لا يمش وانشي دعا كوتون كواترى شيخ الإسلام ابن تيمية أويك مردو كان قداري وكسان كسلام يعني ليكن وكاتكيش كأمر هوالي يكتر برسن أو أنا أن كدم كمردون لو أنا أن كطازة أمر قمانية لويك أرواحي إيمان داران لنعيمة أرواحي كافران لعذابة أما طوابي زانان كوكن لسلي بلام او دقاني كهاتون بوليني ارواحي ايمان داران من بوكا هميان ليك استانين و هميان ليك جيغانين هندق لزانيان او بولينيان جو بينا داو بويا راكانيان جيابو اقنا ارواحي بابلين انسانا كان بقشتي ابن بشش بشو بينج بشي ارواحي ايمان دارانا تشوار بشي سي بشي ارواحي ايمان دارانا سي بشي ارواحي كافرو تاون بارانا بمشي وي خوانا وي كيما باسيك روحي همو بيغمبر كان لعليين لاي الله جل جلاله روحي بيغمران لعليين لاي الله جل جلاله اما بوهر كسيك برسيارك روحي ما داران لك وي سرتا روحي بيغمران باسكين كلعليين لاي الله جل جلاله كامج نصي صريحي لسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك خوي بيجو يوفاتك يفرمو في الرفيق الأعلى يفرمو بلند بو نوب ولا رفيق أعلى ويفرمو عبدك مخير كرا على بين دنيا
لبيني ويكل لا يا الله يا ويلا يا الله يا رجال وحني وروح حكيت يتوب ولا يا الله جل جلاله وروح يوم بغمراني جلبي وكتون لا حديث إسراء معراجة بدور دجي باسي روح كان كالك في أيام بيني بشي دوم روحي شهيدا كان روحي شهيدا كان لك يوم روحي شهيدا كان أيش بهمان شوى الله جل جلاله فرمي بل أحياء عند ربهم يرزقون زيندون الله جل جلاله ولا لا يخوي رزقيان بيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير يكابو معنا فرمي إنهم في أجواف طير خضر أو تان لا ناو صنجي طيريكي صوزاك الله جل جلاله بو خوش حالي أوان هنا بيتيبون لا خوشترين هو كاري قواسنا ومركبة خوشترة كلا الدنيا هيا الله جل جلاله تايبت بواني دروس كردو وكاتيكيش كأمروحا لنا أو جيغا خوشي خويا أخرى أقري أو طيراي بالا جير عرش لا جيغي كتابتي خويا حالي واسي أماش بارونو أشكرعي في معنى لي كبروجة روحي أمر دوا لا ناس ونعمته خوشي وشجع بوشي وصورته وكاتيكيش كاتي بشوي دي أشي تجيال عرش بشوي دا أمل صحي مسلمة هاتوا باروني أما روحي الشهيدة كان يجزاني مال لكوين روحي بياو شاكان لكوية روحي بياو شاكان يجي هر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي روحكي طائريك أبيت تيريك لتيركاني بهشت بدارو درختكاني بهشتا أقري تا الله جل جلاله زينو يكاتو لروج قيامته ويجرته بجستكي ك أنفر مديش ما من سائي يجرته وفر مديكي صحيحة أما روحي ما دار أنا بقشتي لو سي حالتت يا برناك روحي كساني تاوان باران لكوية كسيك زينا يكردوا كسيك ريباي خواردوا كسيك دروي كردوا كسيك غيباتي كردوا كسيك هرشي كي كردوا روحي أمانة لبرزخايا لناو سزادايا هر وقت شون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث إسراء ومعراجة بمان باسكا كشوري بيكرا وروحي تاوان باراني بيني خطيبة كان زماني أنو ليبي أنا برا زينا كارا كان لناو تنوريكي أقرابون ربا خورا كان لناو بحريخي أنا ملانا كدو بردة شوية قرقيان وكساني كا قرآن يان بشجو يخستبو السريان بانا كرعوك وإلي هاتوا همي باس كدو وكساني دروي انا كدلي وكان يعني شي لي اكرا وفرتاني غيبتي انا كتشون شي ان لي اكرا همي باسكت دو بومن اما روحي تا ان باركانيش كبوشي وي روحي انساني قرزدار بام كسا بياو تشاكيش بوبيا مادام بقرزداري مردو قرزكين دا تو روحا كي لكوي اوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وي روحي ماندار طيرك لا بهشتا سبع سمعك اما بيت طيرك بلا بهشتها بلا من لبر درجه بهشتها حبس سكري برنادر ببو طير لا بهشتها بقره تا اكو قرزك يبون دريتو ابيش فر موديل سرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس القرز دار هناك ابو قت ادايك قرزك يقرتها استيد واترك قرزك اداته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سر روحك يبدل ابو روحي كافر لك يا روحي كافر لنا وقورك يا بويبو باتشالك لا تشالكاني جهنم كيف فرمودي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرها تاوك ورجي قيامة الزاد ريو أقرونا راحتي جهنم يبوتيك قيامة جدي تربرو جهنم أبري أما نباري روحي إنسان كانوا بقشتي كسياني عن راسه خولة باشتان وسياني عن بوشيوه أثري جمارة ششصتو بنجا فرمي أخبرنا سور ابن يزيد عن خالد بن معدان قال حدث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أرواح المؤمنين في طير كالزرازر يتعارفون يرزقون من ثمر الجنة أفرمي عبد الله كري عمري كري عاص فرميتي روحي إنساني إيمان دار روحي إنساني إيمان داري آساي بابلين بياو شاكان لناو بهشتا لشيوي طيريكا طيب كي جوان أجن بيكتري روح كان ويكتري ناس نو لبروبو مي بهشت الله جل جلاله برسق بي أنا داوي خون أمش لفرمو دكي كعب كري مالكات وكتو زلم وكش باس ما كركا فرمي إنما نسامة المؤمن طير يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه إما يمالك نسائي بن ماجه أحمد جراوي أنا توا حديثك صحيحة
أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم روح إنسان إيمان دار تيري كده بهشتا ببدار كاني وهلا نشيو لبروبو مكي رزق روزي كي إخوه تاوك والله جل جلاله لروش قيامته إجارته مجستي إجاك اللي رأفرمي روح إيمان دالان وكو طيري زرازيل زرازيل وطيراني كبدوا يكاري زبنو أرونو ديان يعني أوانيش روح كانيان أبو شيوين و هنده کلن زرازیر نه بس یوه که جقل دانه هی گوری هی بو تا موچه جی نازو نعمتکان که جور تیغانه هن اثری جمار شصد و پنجه اگه فرمی اخبارنا بن اللهی عتق على حدثني يزيد بن ابي حبيب ان منصور بن ابي المنصور حدثه قال سألت عبد الله بن عمرو فقلت اخبرني عن ارواح المسلمين اين هي حين يتوفون قال ما تقولون أنتم يا أهل العراق؟ قلت لا أدري. قال فإنها في صور طير بيض في ظلل العرش، يا في ظل العرش. وأرواح الكافرين في الأرض السابعة، فإذا مات رجل مؤمن مر به على المؤمنين وهم في أندية فيسألونه عن أصحابهم. فإذا قال قد مات قالوا قد سفل به، وإن كان كافرا أهوي به إلى الأرض السافلة. فيسألونه عن الرجل فإذا قال قد مات قال أولي به. قال يزيد كان بعض العلماء يقولون إني لأستحيي من الأموات كما أستحيي من الأحياء. منصوري كري أبي المنصور فرمي برسيار مكلا عبد الله كري عمر وتم بيمبلا روحي من داران لكشوين كاتك وفاتك فرمي وتم وتي أي أهل عراقي وعلن لكشوين وتم الناس يعني عبد الله كوري عمر برسيارة كي لوان كدوتي اي او علن لك شوين او انشتين نازانين افرمي فرموي روحي ايمان داران لشيوي تيريكي سبيا لسيبري عرشا لبهشتا بوخوي اقاريو بوخوي اخواو بشوادا لنازو نعمتا وروحي كافر كان يجل الزوي حوتما لبس زاخوا راكش راو تزوي حوتم لسزا أخوة كاتك كإنسان إيمان دار وفاتك أبري ببردم إنسان إيمان دار كان يتراك وفاتيان كرتو حالي يكتر برسن تاوك وحالي كسيك برسن نهات وبولان أيو جفرمي مردو بيش من مردو أغلن دي كواتا أو براو بو سافلة بو زوي جيري جيرو شوكا بكافري مردو وفرمي بهمان شو كافران جميعا لجيرو سزا أخوان كاتك كافريك أمري وقا بواني كارن أي فلانا كس شي كرت على وبيش من مردوة على إن دي حتما أو لبهشت هاي وبرو هشت براو أفرمي يزيد زورق لزانا يعني إما يعني وتي إما شرم أكين لمردوة كان روك شون شرم أكين لزين وكان وأورون وأشكرا كعيش خاتون إيش بوشيو عيش خاتون رضا رحمة إخوة إلي بي أفرمي تاوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتي كردبو لو جوري منان يجرابو اعتيادية شون بو جورة ببيلتشك يالتشكم دعنا كباوكي شمرد هنا أنا أبي هر أشو ما أجوره ولش كم دعنا بلام كاتع عمري كوري خطاب وفاتي كردو لبينا عشتيان إيتر من ببي لش كنا شو ما أجوره بدأ بوش رأي نبو أنا أشو ما أجوره شرمي كل عمري كوري خطاب بمردويش إنساني بشرم بلا بشرم لمردوش كان بلام بدأ خوا أمره بدروش تكان بيدينا كان بإيمانا كان لسر جورستانا كان تاوان وفاحشان جامد ایتر اگر لگل کرده بیا خود لگل آفرتان بیاو آفرتانیش باو پری چاو قائمیاو باو پری بد روشتی و اشنا گورستانه کن لبی زینه و فحیشه انجام دن که اوکو باس بان کرد مرد و کن هستی پی اکنو پی ازن بابی هشتا و هشت اب فرمی بابون فی عرض عمل لأحیای علی الاموات فرمی ما بابی که بوم دارشتوی لباری چیه و لباری اوی که کرداری زندوكان نشاني مردوكان أدري كداري زندوكان نشاني مردوكان أدري طبعا ما باستنباط لشان آيات يكو لشان فرموديك زانان قسان لسر كدو دانيان بيداناو الله جل جلاله لقرآن فرمي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فرمي روج يقديه مهم أمتي شهيدة هينين لسر خويان كتشيان كبدو كبيغمرا كيانا توش أكين بالشهيد لسر أمتك إخوات كواتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتي كردو بلام كرداري
ئێمە هەمووی ئەبینێ بۆیە لە ڕۆژی قیامەتە شاهیدیەدا لە سەرمان وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وشون الله جل جلاله فرمى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لسورة النساء ولا تكترى فرمي ويكون الرسول عليكم شهيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرتان شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل فرمديك صحيحة بس يم حالة تمام بوك خوي فاتي نكر دوبا بلام كذار كان يما بيني بلاي بيني بخوي فرمي حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم حديث كيما عمي بزار جرابية يو لا ابن مسعود ابن سعد جل طبقات جرابية يو وقاضي إسماعيلي كري إسحاق مالكي فرمي حديثي تشاكا كاري بيكري وحمادي كري زيد جل غالبي قطان وجل بكري مزني ومرسلي جارته وفرمي حديثي مرسل حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جيانم بو ايو باشترا لوفاتم تالنا وتانا شون كهرش ديبكن من يبينمو بو تانشاكا كمو تان خمو سر رقا راستك و مردنیشم باشه بودن. یعنی و کل جیانات چون با کالکتان دیم و راستانه کم و آموزان ل مردنیش اعجام لیتانی ل مردنا اعجام لیتانه. کردار کان تانم پیشانه دری روزانه که وای کن. یعنی اسیمار کرداری کن رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه. افرمی اگر خیر بی سپاسی الله ل سرکم دعای خیر تان بو کم اگر شریش بی دعای کم ل الله لیتان خوش بی گری او ایمان دار بی. هربوي الله جل جلاله فرمي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين يا وكذا كان الله كذا كان تانا بيني رسول الله جايبيني يبان داران جايبين واضح الله جل جلاله كذا كان بشاني رسول الله دا صلى الله عليه وسلم بويا بيني ام بابتا ام فرمودي وما اتانا للاي هندي كس بو بكيشالا قالوا حديثيك لبخاري هاتوا لروجي قيامتا برسول الله وتري صلى الله عليه وسلم كاتك كسانك لسر حوضك راك يشتين برو جهنم في وتري تو نازاني أمانة لدواي تو تشيان كردو تو نازاني أمانة لدواي تو تشيان كردو ألين ما دام حديثة ما نيالا تو نازاني لدواي تو أمانة تشيان كردو كواتاو حديثاني كواياتاني كبوشيو تفسير راكي شنكا وقت الدش بيكا من کاملاً ایسلمینه که آوازانه چی اکین کاملاً ایسلمینه دق که اون آوازانه چی اکین. بلام اما جمع کری لبینیا. فرمود کان واضحه. اینهم مرتدو بعدک. اینا کلا تدری ما حدثو بعدک. کسی مبتدی عقم را و کافر و مشرک و مرتد کلا دین درشوا کرداری پیشانی رسول الله نادری صلی الله علیه وسلم. پیوتری مرتد بتو طاعی تر کرداری پیشانی نادری. یا خود هر پینه هوتری مرتد بتو. بلکه او خبری کافر و مشتی که کن نزنه باشه بس خبری ایمان داره کن نزنه اما ولاما بو او دو دقه که وقتا ام دقه انده بزین سر چی کافر و مشتی که مرتد و مبتدی کن حوالی ان برسول الله ناگه و عملی ان نبینه برام ایمان داره نوانی که لامت کن عملی ان نبینه باشه و اتوانین کرکین به هر دو جوره کنی نصه کن اثری کم که نایت یه فرمی اخبرنا صفوان ابن عمر قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويسألون قال يقول أبو الدرداء اللهم إني أعوذ بك من أن أعمل عملا يخزي به عبد الله بن رواحة أبو الدرداء فرمي فرميتي براسی کردار کانتان پیشانی مردو کانتان ادري بو یک داری چاک بکن با اوان دل خوش بن باشنه بو دردا فرمو ای پروردگارم پناه گرم بتو که کردار کی خراب بکم عبد الله کری رواحا پی بیزار بکم حوالی رسول الله صلی الله علیه و آله اثر قصه کرا ولا سار السند کی هرچنا
أبو سعيد خدريج جراويتي وإمام قرطبي هنا بيتي ابن أبي دنياش جراويتي ولا كتاب المنامات وفرمي سندكي بهشة ثالث دوام كي ناويتي فرمي أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه سمع سعيد بن مسيب يقول ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي عليه الصلاة والسلام أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم أعمالهم وأعمالهم بسيماهم وأعمالهم فذلك يشهد عليهم يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سعيد كوري مسيب لتفسيري ما أتاك فرمي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع قديها مؤمتك شهيد يا كهنين بسري أنا بغمرك إخوة أنا توجه هنين لسر أمتك شاهد بي فرمي معنى ويك رسول الله صلى الله عليه وسلم همو رجع كرداري أمتك بشان أدري وهمو إيوهريك وهمو بيانيك كتشيان كردو بشو تشيان كردو بشان أدري بروش تشيان كردو بشان أدري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتك ناسيته بس تلوشاو يانو كردار كانشيانا شكل شوان كدار كان شيء أوش وأكاك على قيامة شاهديان لسرب يجي يبيع الناس يتوب له أهل خير بهم نزال موج أهل شر بهم نزال طبعا رون وأشكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جهان الدنيا شاكر ذاري ومتكاني بيش خوي بيش عند راه وزاني وشتي ببيوتني الله بوحي قد شير ودالنا ومتكاني ثاني جمال شرطة بنزا الشوارع فرمي أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يعلى الثقفي قال أخبرني عثمان ابن عبد الله ابن أوس أن سعيد بن جبير قال له استأذن لي على بنت أخي وهي زوجة عثمان وهي ابنة عمرو ابن أوس فاستأذنت له عليها فدخل عليها ثم قال كيف يفعل زوجك بك قالت إنه لمحسن فيما استطاع فالتفت إلي ثم قال يا عثمان أحسن إليها فإنك لا تصنع بها شيئا إلا جاء عمرو بن أوس فقلت وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء قال نعم ما من أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار أقاربه فإن كان خيرا سر به وفرح وهنئ به وإن كان شرا ابتأس وحزن به حتى إنهم يسألون عن الرجل قد مات فيقال ألم يأتيكم فيقولون خلف به إلى أمه هاوية إلى أمه الهاوية أفرمي عثمان كري عبد الله كري أوس ك بابلين كري براي سعيد كري جبير خيزاني سعيد كري جبير واضحك تابعي بو قول التابعي أبو رحمة خويلد داويكر إذن ور بقرن كبتشيب ولاي برازاكي خوي عثماني كوري عبد الله كوري أوس جنكي كتي خشكي بابلين سعيد كوري جبير أفرمي إذن ور قلتو تشي جورو لجنكي برسي خاليتي يا اخويتي علي برسيوتي وعثماني مرد شلون على غلط فرمي بيوي كي تشاك هر چند بتواني تشاك بلا غلط انجا عثماني كوري عبد الله فرمي عبد الله كوري اوزا فرمي سعيد اوريدا ابو منوتي عثمان باش بلا غلط چونك تو هر شتيك بكي الا اقاد بعمري كوري اوز كا باوكي ما افرته قا بعمري كوري اوز كا باوكي ما افرته كوفاتي كردو فرمي عثمان فرموم أي سعيد كوري جبير عامر دوكان أحكا داري سين دوكان فرمي بالي هر كسيك نزيكي هبه وخوشي استو دوستي هبه مردبيت وأم كردار بكا لدنيا كرداري شاك إلا كردار كان بيشاني ودري أجر خير بيضل خوشة بيبي أجر خرابة بي خفت أخوان بي حتى تناند مردوكان كامر برسيار لأكتريا كان أو توجو فاتك رهاتي بولا من أي فلانة كسبو ديارني أو تشيليها ما ويا وفادي كده ولا وفادي كده هلا ندي ما دام نهاته بمبرا وبناو دايكي خوي هاوية كلا أرضي جيري جيرا ويا يا طبعا أثر كيما بخاري جرايتي ولا تاريخ الأوسطة
و هندك لزانان با صحيح دانين بابي هشتاونو فرمي باب كراهية البنيان بنيان ما بس بي بينا دروس كربنا ابن مفلح تلبي إمام ابن تيمية الآداب الشرعية لمجلد سيلا برتوارسو بيستوبيان جاء فرمي يعلم أن المسكن لا بد للإنسان منه في الجملة فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله أفرمي بزانا دروس كردني مالو دروس كردني خانو وجاقاي نشتجبون وجيان تيايا واجب لسر إنساني مسلمان ك دستبريكا بوخوي بوهر كسيكتلا بندسي آياتي ونفقي لسر وكو مالو من دالي أجر دستبريكا أجر ورقري أجر إهمالك أو بشجويك أو نيبي أو براسي سزا لسري أدريا باشا نفرمي وموته عنه كبقية ماله المخلف عنه لورثته يثاب عليه أفرمي وأجر بجمريتو مالك بجي به الله وكو طاي مالك تريتي كبميراتي بجي هشتو تا زياتر بجي به الله بو خلقي سودي لي ببينن بتابت كسن زيكا كاني أجري زياتر دسكا قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعدي فرمتي فرمي قرتو كتا كانت بجي به يلي بدولة ماني سروت ساماني كان بو بجي به يلي باشترى بوت يعني أجر بوت لو هيك بجي به يلي بفقيري برون لخلق داواك نوخت باجنا ببوت أفرمي وأما الزيادة على ذلك فإن كانت يسيرة لا تعد في العادة والعرف إسرافا واعتداء ومجاوزة للحد فلا بأس بها لا تكره لسرو مسكنك وقربيتو قورة تربية خان وكبا أخيها بي شقيا بلين جاقي ساريها بي وفراوان بي فيلاك بي ديكوريكي جوانيها بي باش يويقنا بي كزيادة رويك رابي لبناكيا هي كاشي هيني او يالتوني تيك الله وهي مرمرة هيني قران بها وهي ابا وشي اوازي على ربيتي انا كرابي افرمي اوك يا شينيا دروستا اشتاك جوان بكريو قرنجي بيا بدري بلام بيانا نيتا اسرافو كما ان ظاهرها انه لا يحرم وحرام نية وعلم ان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الاحوال وطريقه خير الطرق لما علم عليه السلام أن الدنيا دار سفر لا دار إقامة اتخذ مساكن بحسب الحاجة تستر عن العيون وتقي مضرة الحر والبرد والمطر والرياح وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها فلما بجزانا باشترين حال حالي رسول الله صلى الله عليه وسلم او شلون قرنجي داب مال مسكن توجا قرنجي في بدايه شو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاني كدنيا جاي كاتيه ولي اري وتاتي انا منت ويتو قرنجي بقيامته بدا وفرمي هول بدا داريك دروس بكي مالك دروس بكي بقدر بيدا بسيكت بتشاريته وستربك وبتبارز الى سرما وقرما وبتبارز الى باران وبا وهرشتك اشتياع دادنا ويش بفارزه ولم يزخرفها ولم يشيدها ولم تكن ثقيلة فيخاف سقوطها ويفرمي زور قرنجي بدي كوري مدى ما يرازي نرو زور قرنجي بطن دطولي مدى وزيادة رويتيا مكا تاوكو قرسي بكي ولا واسعة رفيعة فتعشش فيها الهوام وتصير مهبا للريح المؤذية با وند گورنه به کنه توانی همو یا ادم کیتو بو خو هند جوری حشرات و تیر و طیور او شتانت یا بجی بلکو نیکیت شونی هوا با بولان و مالکی اسایب ولا هي مساكن تحت الارض فتشبه مساكن الجبابره المتقدمين وربما تتاذى ساكنها بذلك لقله الهواء او الشمس او عدمها او بظلمه او ببعض الهوام بل هي مساكن متوسطه حسنه طيبه رائحه به عرقه ورائحته وبال جير زوي شان بي دور بي لخور ودور بي لهواي باك ودور بي لبابتانا بوغن بكاو شتي زيان بخشتي ادروز بي مالكو بعد جاقاق بي باك وتميز بي خور لي باو هواتيا عالوغور بكاو بوني خوش بي وباك بي لمبابا يك اثري هي ناوة
إن شاء الله درسي ده تباسيكين والحمد لله رب العالمين.